تحية نضالية عالية لجميع المناضل والمناضلات والمعتصمين والمعتصمات اللي جسدوا الشكل ديال المعتصمات الإقليمية في ربوع المملكة، وتحية كذلك المنابر اللي لبات الدعوة لحضور هذه الندوة الصحفية بمشاركة وبتنسيق مع التنسيقية الموحدة والثانوي التأهيلي وكذلك التنسيق الوطني لقطاع التعليم. هاد الندوة الصحفية اللي جات في الوسط على البرنامج النضالي باش ترفع للرأي العام الملف تاع الموقوفين فين وصل والملفات العالقة فين وصلت والمطالب فين وصلت. إذا بالنسبة لنا كموقوفين دابا 3 شهور ونص، يعني قربنا 4 شهور وباقي الملف لم يحل، باقى السياسة ديال الصمت والأذان الصماء ونهج سياسة الهروب للأمام، ما كاينش البوادر تاع انفراج ديال هذا الملف. بالنسبه لنا الناس اللي توصلوا بانذارات وتوبيخات راه دخلوا الاقسام اكيد بنفسيه مدمره، لانهم كيحسوا براسهم بانهم يحاولوا ما امكن انهم يرجعوا للقسم، وفي نفس الوقت كيفاش غادي تدوز ليه انه توصل بواحد العقوبه اللي فيها شطط في استعمال السلطه. اذا هاد الناس اكيد تا هما راه احتجوا على هاد الانذارات والتوبيخات اللي توصلوا بها بطريقه غير شرعيه، وغادي يمشيوا الحمد لله كاين الثقه عندنا في القضاء المغربي، غيمشيوا للمحاكم الاداريه اللي غادي يطعنوا في هاد القرارات الجائره. اذا بالنسبه لنا هاد الندوه الصحفيه تتزامن مع اقتراب تاع فاتح ماي، هاد العيد الاممي اللي كان من الاولى اننا صراحه ما يتزامنش مع هاد الرده الحقوقيه اللي كنشوفوها دابا بالتوصل تاع نساء ورجال التعليم بتوقيفات جائره. هاد فاتح ماي اللي كيسالنا كاملين بان خصنا نعيدوا النظر في مجموعه من الامور، لان فاتح ماي هو رمز للمطالبه بالحقوق عن طريق الوسائل الشرعيه، وكنظن ما كاينش شي وسيله شرعيه من غير الاضراب. إذا الإضراب هو الوسيلة الوحيدة اللي داروا العمال والطبقة العاملة في شيكاغو وفي كندا في 1989، إذا هما بسببها حنا دابا كنحتفلوا وطاحت أرواح تما وماتوا الناس الضحايا بما فيهم الناس تاع الشرطة والناس العمال، يعني كانت ضحايا وخلفت مآسي هاد 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 الحادثة. إذا ما كنظنش أننا غنجيو حتى 2024 ونوليو نبغيو نضربوا هذا الحق اللي ناضلوا عليه الناس سنوات، والحق في الإضراب لأنه الواحد الحق الوسيلة الوحيدة اللي عندك. إذا نفس الشيء هاد الموقوفين توصلوا بالتوقيفات مباشرة مورا الإضراب. إذا درنا إضرابات 4 يناير دارت مسيرة ناجحة، توصلنا بالتوقيفات، وهذا هو اللي كيبين لنا بأن السبب هو الإضراب. ما يخرجوا ما ينفيوا لنا هذا الشيء بان تيوك بان التوقيفات عندها اسباب اخرى. اذا نحن بالنسبه لنا متشبثين بارجاع الموظفين كاملين الموقوفين والموقوفات بدون قيد او شرط، والتراجع على هذه القرارات بما فيها الانذارات والتوبيخات، ثم كذلك تشبث بملفات المطلبيه ديالنا العالقه بما فيها المقصيين والمقصيات بخارج السلم بناء على اتفاق 2011، زلزله 10 كذلك، ثم كذلك ضحايا النظام اللي ولاو ضحايا 3 انظمه، اخوان حاملين شهادات، المكلفين خارج سلكهم الاصلي، تلبيه غير نظاميه، كاين اخوان المساعدين التقني والاداريين، كاين ملفات كثيره وكثيره باقا ما تحلاتش، الساعات الاضافيه تاع الابتدائي والاعدادي والثانوي الاعدادي باقي قالوا يديروا لجنه لمراجعه ساعات العمل باقي ما كاين والو، لجنه للتعويضات على الوسط القروي باقي ما كاين والو، وبالمقابل كنلقى واحد الدعايه لهذه الزياده ديال 3000 درهم والناس فعلا ولا كيسحاب لهم واش غيزيدونا 3000 درهم للشهر. هذا ما كنا اقل ما كنا نطمح له في اكتوبر فعلا ان ناخذ اكثر من 3000 درهم شهر لولا اطراف اخرى التي تدخلت غادي نذكرها من بعد. اذا بالنسبه لنا الزياده اللي كاينه دابا هي 750 درهم باقي ما توصلناش بها، غير الاخبار دابا الرائجه. اذا 750 ماشي 3000 درهم، هذا هو التوضيح اللي غنتوصلوا بها دابا 750 درهم في الشهر باقي ما توصلناش بها. بالعكس انا ما كنت وصل بتا حاجه دابا من الوزاره، وكانوا وعدونا بان غادي تبقى على الاقل التعويضات العائليه هي اللي غادي توصل بها، هادشي اللي كاين دابا في قانونيا.
استاذ الموقوف خصو يتوصل بالتعويضات العائليه، ما خصهمش يقربوا ليها، وغادي يحبسوا الاجر. دابا لا، حبسوا الاجر وحبسوا التعويضات العائليه كامله. اذا توصلنا الحمد لله بالاجور ديالنا الشهر الثالث من هاد المتضامنين المتضامنات، هاد الاساتذه الحمد لله. وكنا ماشي غير انا، جميع الاساتذه الموقوفين الموقوفات توصلوا بالاجر ديالهم كاملا، يعني 100% الشهر الثالث على التوالي. وهذا هو اللي كيميز المغاربه اون جينيرال، وكيبقى ميزه مغربيه، لان كانوا كيذكروا بان المغرب استثناء. فعلا المغرب استثناء في التضامن وفي الصبر وفي التضحيه. اذا الاساتذه واستادات ضحاو من مالهم الخاص ومن التبعات اللي عندهم ولي شارج اللي عندهم شهريه، وما يخليوش الزملاء تاعهم. وهذا اكيد راه بان هذا الشيء في التضامن ديالهم، وهو اللي غادي يبان ان شاء الله في الوقفه والمسيره الممركزه يوم الاثنين 22 ابريل، تضامنا مع الاخوان والاخوات تاعهم الموقوفين، باش يبينوا بان راه كانوا معاهم هاد الموقوفين في الساحه، وشاركوهم شعارات وشاركوهم نضالات المشروعه، وما يمكنش غيسمحوا فيهم. وخا ايادي كثيره تعبتوا بهذا الملف وتعبت بالكرامه ديال النساء ورجال التعليم، واكيد ان عندما تشتد الازمه تسقط الاقنعه والاشجار الباسقه تظل ثابته، ولو ما كيجي الريح راه اكيد كيطير كما كنقولوا اي قشه كانت محطوطه راه غادي تطير بسرعه، كانت غير مسبه. اذا الاوراق اشجار مسألة تتساقط، وهذا هو لافونتاج. يعني كل ما تعطلنا كل ما كيبانوا وجوه، ووجوه كتبان في الساحه التعليميه، وكتبان ايادي التي تعبت لمس بالكرامه تاع نساء ورجال التعليم، وبانهم باغيين يرجعوهم مدحورين، بغاو يرجعوهم بانهم مابطين الراس، وما يحاولوش مره اخرى من هنا 50 سنه ولا 60 سنه ما يحاولوش يطالبوا بحقهم، لان نتيجه المطالبه بالحق راه هي هذه. وتحيه نضاليه جميع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.